صرنا قدام القهوة؟ ايه لساتهم لاحقنا؟ لا 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 ما في حدا، الظهر انه راحوا. خي الله يطمنك، بتصدقي صار قلبي بين رجلي؟ بس على كل حال نحن المفروض ما نطمن كل هالقد، في احتمال يرجعوا بأي لحظة. معناها لازم نتصرف بسرعة. دخيل عينك يا آنسة، الشوفير تبعي ببين عليكي؟ ايه ايه ليكو عم ينتظرك جوا، رح انزل اندهله. وشلون بدك تتركيني لحالي؟ قلت لا تخاف، ثواني وبرجع لك. ايه لا تطولي. لا لو سمحت يا اخ. خير يا انس؟ كان في رجال قاعد هون من شوي. امتى؟ هلا هلا من ثواني. يمكن فات لجوا لحظه لشوفك. يلا شو لقيته؟ ما لقيته. غريبة، شلون هيك اختفى بلحظة؟ طيب أنا بقدر أخدمك بشي؟ دخيل عينك، أول ما تشوفه قل له الأستاذ سامي منتظرك بالسيارة المرسيدس اللي برا. أني مرسيدس؟ لك هاي. لك العمى، وين طارت السيارة؟ هاي 50,000 سمير. هات. قديش صار واصلكم؟ هلا كل واحد صار معه 100,000 ليرة. ابي كفيكم هيك، هات الباقي لهون. عفوا معلم بس هيك قليل كتير. لك اخي ليش انتو شو اشتغلتوا؟ انا اللي حملت نص العملية على كتافي، ليش قليل دور الاعمى اللي مثلته؟ ايه قسما بالله آل باتشينو ما قدر يمثل هيك دور بفيلم عطر امرأة. قدر يمثله؟ ايه ما قدر.